أهلا بكم في موجز الأخبار من قناة حلب اليوم. مظاهرة شعبية حاشدة تعم مدينة إدلب وريفها عقب صلاة الجمعة ضد هيئة تحرير الشام وزعيمها الجولاني. خروج مظاهرة احتجاجية في بلدة سلوك بمدينة تل أبيض شمال الرقة تنديدا باعتداء قوات الشرطة العسكرية في تل أبيض على طبيب الأطفال الدكتور عبد الله الإبراهيم بالضرب والشتم وطالبوا بمحاسبة المسؤولين عن الاعتداء. الاستخبارات التركية تحيد القيادي بتنظيم واي بي جي خليل تيكين بمدينة القامشلي شمال شرق سوريا وفق وكالة الأناضول. مقتل أحمد عثمان القليب وإصابة ثلاثة آخرين أثناء جمعهم الكمأة في بادية الحما شرقي محافظة الرقة بهجوم مسلح على يد مجهولين. تضرر نحو 100 خيمة للمهجرين ومنكوبي الزلزال جراء المنخفض الجوي الذي ضرب شمال سوريا وفق بيان صادر عن الدفاع المدني السوري. المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في الأردن تحصل على 14% فقط من متطلباتها المالية للسنة 2024 وفقاً لموقع المملكة الأردني.